اهدنا الصراط المستقيم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أنا أسأل الأخياء الراحل ابن الرجاء ومحبة باسم الإجراء تصور معه التظاهرة. كنشكره على الدعم ديالو المبسوط للتظاهرة الوطنية الرياضية الكبرى. أخت فاطمة عزيز، إذا اتحاد جمعية محبي وأنصار الرجاء الرياضي يدعو الرجل يصدق الرجل الوطني رجل غير ضربة جزاء. الحمد لله، الناس يبان لك بان الانسان راه محبوب عند الناس. يكفي ان اربعه ديال الفروق اللي هما فروق عريقه كاينين في المغرب ارتأوا انهم يديروا هذا الحفل التأبين ديال المرحوم، الله يجدد عليه الرحمه وتغفر لنا وله. الحمد لله، حب الناس باقي سواء مات او كان حي، هو ما غاديش يتنسى بطبيعه الحال. ما يمكنش الانسان ينسى السند ديالو، ينسى الاب الاخ الصادق، كل شيء في عبد الحق الله يرحمه ويجدد عليه الرحمات ويرحم جميع موت المسلمين. هو عزيز والله اعز منه، ما عندنا ما نقول الحمد لله. الحمد لله، هذا هو الارث اللي خلى لنا السي عبد الحق، خلى لنا واحد السمعه طيبه وواحد الصيت زوين، الناس كلها كتكلم عليه غير بالخير. الانسانيه ديالو كانت سابقه الاسم ديالو. الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، ماشي بالضروره الارث يكون مادي. هاد الارث اللي عندنا راه ماشي شي حاجه اللي كبيره بزاف، عاد انك تسمع غير الخير على اخوك، ان كان ثمره زوينه ديال الوالدين ويفتخر به، ماشي غير القريب والبعيد، سواء حنا وجيراننا والناس اللي كيعرفونا. الحمد لله، الله بغاه الله داه. فراق صعيب ماشي ساهل، فراق الخوت ماشي غير عبد الحق، حتى المحفوظ الله يجدد عليه الرحمات حتى هو كان فراق صعيب. ما عندنا ما نديرو، الاراده ديال الله وكلنا لهذيك الطريق. فين في الحب ديال في عمله، كيعشق البلد ديالو، كيحب الملك ديالو، كان انسان وطني حتى النخاع. ما كانش كيحس، ما كانش كيفكر في راسو نهائيا، ما كانش كيفكر في راسو، كان كيفكر في الناس قبل ما يفكر في راسو. الحاجه اللي راسخه ليا في الدين ديالي انا بالضبط، واحد النهار قلت لي خويا بركه عليك، لان داز من قدامي في طريق الرباط في لوطوروس وداز بواحد الشكل كيسوق رهيب، انه خلعني تخلعت. قلت ليه علاش اخويا ما تقلش بركه عليك، الله يجعل شي بركه، زعما اديتي الواجب بركه عليك. قال لي راه، قلت له الا غادي تموت راه صافي، راه غتموت شهيد الواجب الوطني صافي وغتنسى مع الوقت. قال لي ما كيهمنيش نموت على بلادي، قال لي في سبيل بلادي انا مستعد نموت. قلت له بصح حنا، قال لي ايه على في سبيل بلادي مستعد نموت. نشكروا هاد الناس كاملين، الناس جميع كنشكروهم، للناس اللي سهروا على التنظيم، ولا السيد العامل ديال المنطقه ديال الفيده درب السلطان، ولا الاصدقاء ديالو ديال القهوه ديال القواس اللي كان تيجلس فيها، ولا هاد الناس ديال هاد السكان ديال هاد الحي اللي هو كان كيجي ليه بزاف، لان هنا دار جدي ماشي الدار ديالنا حنا، هو كان كيجلس في الحي اللي كان فيه جدي الله يرحمه، بات الام ديالنا الله يرحمه جميعا. الناس كتحماق عليه هنا، كتحماق عليه في الدريسيه اللي هي فين كنسكنوا حنا بالضبط. كنشكروا كاع هاد الناس اللي تكبدوا العناء، وكاين اللي جا من بعيد، انا كنشوف كاين الناس اللي جاوا من بعيد باش يحضروا لهذا الحفل التأبيني. الحمد لله، حب الناس باقي وغيستمر وما غاديش يموت. ما عمره ما شاف راسو انه شي انسان اللي عنده مقام عالي. شي مرات انا كنهضر معاه وقال لي، سولته بحال هكا، قلت له زعما انت كتجلس في شي بلايص اللي زعما شعبيين وما تخافش على راسك وهذا، زعما ناس في مستواك ما كيبغوش يجلسوا بحال اي واحد. كان هو متصاحب مع كاع الناس تقريبا، الفقير قبل الغني، عبد الحق الفقير صاحبه اكثر من الغني، تربى هكا الحمد لله، تربى هكا
والحمد لله خلى واحد السمعه طيبه. هذا هو المهم في هادشي كله، انه خلى سمعه طيبه وخلى حب الناس ليه. كتذكروا لي حد الان كدعي معاه وكترحم عليه بريسك يوميا. انا كنقرا في لي ريزو سوسيو راه بريسك شاك جو كنقرا الترحمات ديال الناس عليه. الحمد لله سعداته، سعدات اللي دار الخير، سعدات اللي دار الخير. الحال طبيعه الحال الناس كلها كتعبر على الحب ديالها بهذا الحضور، سواء دابا ولا في الجنازه ديالو الله يرحمه. الناس اللي جات للمقبره كلشي الناس كيعبروا على الحب ديالهم ليه، وانه كان انسان فعلا انسان خادم وانسان طيب وانساني. الانسانيه كانت كتسبق اي حاجه عنده. قول الله ما اخذ، ما كرهناش نشوفوه مازال قدامنا، ولكن الله سبحانه وتعالى اعز منه وعزيز. الله اعز منه، توفى والدينا، توفى رسل ماشي غير الناس عامه. الله يجدد عليه الرحمات هو جميع اموات المسلمين. ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.